Bruh. Knock knock. Thank you, see you. احنا النهارده في دكتور هيربز. واو! كل انواع البهارات في اسوان. المكان هنا فيه انواع بهارات وزيوت كتير قوي، حاجات كلها من النوبة. بس هو الموضوع نمدي على سودو ساينس شوية، تحس ان هو خد الزيت ده هيغير حياتك. احنا كنا نازلين على اساس ان احنا رايحين السوق، بس جينا هنا فغالبا هو ده السوق. اتزنقنا فعلا. We're going on an adventure. رايحين فين؟ رايحين السوق. نهر النيل كان جزء أساسي لبناء الحضارة، وبالتالي هو جزء مهم جدا من تاريخ وحاضر مصر، لأنه مش بس بيمدنا بالمية إن احنا نشرب ونزرع، لأ ده كمان كان وسيلة تنقل مهمة جدا زمان ودلوقتي. في رحلتنا من أسوان لغرب سهيل افتكرت مصطلح ذاكرة المياه، وتخيلت لو نهر النيل قدر إن هو يتكلم ويحكي لنا هو مر بإيه وشاف إيه على مر التاريخ. كل شوية طول ما احنا ماشيين ناس تبقى عايزة تيجي تبيع لنا حاجة، واحنا بنقول لهم شكرا. كنا فاكرين we're gonna have a relaxing walk، بس البياعين قالوا لا، مش حاجة اسمها ريلاكسي ولا ريلاكسيشن بلا مش ريلاكسيشن، مش حاجة هنا كده. لا مفيش، شموا شموا السلسلة دي، شموا السلسلة دي، we're getting attacked every minute. بلاش الخمسين. حاجة من الحاجات اللي أثرت فيها جدا وقعدت إن أنا أتفكر فيها هي فكرة التلوث اللي بيتعرض له نهر النيل كل يوم بسبب حاجة زي الكروز اللي أنا راكبة عليها دلوقتي. مش قادرة أتخيل كمية بواقي الطعام أو مخلفات الصرف الصحي، الصرف عامة اللي بيطلع من الكروز لنهر النيل على طول، وده خلاني أحس بالذنب وأتعاطف جدا مع نهر النيل. الناس مش بيسابونا، مش بيسابنا في المركب، احنا تايهين. ماما شكرا 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 لنا عليه عشان هو يخوف من هندي. حاضر. طب شكرا لنا عليه عشان كلمي صاحبي. You can't get over it. نسينا احنا نسينا كل حد بيقعد يقول لنا انتوا حلوين قوي، احنا مش بنحبكم. بعدين well, no one cares about us. انتوا معانا؟ ايه ده انتوا معانا؟ مجنون، مش قادرة ادخل في دماغي ان ده 8000 سنة 7000 سنة، مش مهم الرقم، المهم ان بقاله كتير قوي. الديناميك على الكروز كان من اكتر الحاجات المختلفة اللي عشتها في حياتي. الناس تعرفت على بعض بسرعة رهيبة، لدرجة ان الناس اللي كانوا من برا الجروب بتاعنا وما يعرفوناش كانوا فاكرين ان احنا عيلة، وده خلاني افكر تاني في معنى اني اكون مصرية، وقد ايه انا بتبسط لما بيكون حواليا مصريين في مصر وبره مصر. والوقت الحلو اللي قضيته مع الناس على الرحله دي من اكتر الحاجات اللي انا ممتنه ليها. اوه ماي جاد، استني بقى عملت لها صوره؟ لا دي عشان اللي بعد. موضوع ان احنا نايمين على مركب بنتحرك دي غريبه قوي. غريبه قوي قوي.